الجيش فيما يتعلق بهذا الأمر، نعم، المسؤولون عندما في سقط أنقرة شددوا على هذا الأمر وأشاروا إلى عدم وجود أي خسائر في صفوف المدنيين أثناء قيامهم بعملية نبع السلام، إلا أننا نشاهد الإعلام العربي الموالي للأنظمة الشمولية يهاجم تلك العملية ويتهم السلطات التركية بأنها تستهدف المدنيين. فماذا تعلق على هذا الأمر أستاذ عمر؟ هو الإعلام للأسف موجه من قبل الأمريكي ومن قبل إسرائيل، هذا معروف يعني. فالإعلام الموجه هو يريد أن يدعم وجود روسيا وأمريكا وإيران، ويدعم النصرة وداعش وإعلام السيسي وما شابه، هم أصلا كلهم موجهين، فيريدون أن لا يبقى لتركيا أي قوة في هذه المنطقة. الجميع في منطقة رصد الزيتون يعرف جيدا كيف دخل الجيش التركي ثم انسحب بقواته وترك القوات للجيش الوطني السوري الحر في المنطقة. نعم، لذلك لا يوجد أي أهداف للجيش التركي هناك. نعم، الجيش التركي هو جيش إنساني وبالصف في البداية، وأيضا الجيش التركي لا يريد في ليست لديه أي أهداف. نعم، وبالعكس في المنطقة بشتى سواء كانوا أكراد أو سواء كانوا عرب أو سواء كانوا من أي طائفة، لا يوجد تفريق ما بين نعم.